السلام عليكم. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن الـ Randomized PCA. إن الـ PCA class في Scikit-learn يحوي على الـ SVD underscore solver hyperparameter. وإذا قمنا بتعيين هذا الـ hyperparameter على أنه randomized، ففي هذه الحالة الـ Scikit-learn سوف يقوم باستخدام خوارزمية عشوائية تدعى بالـ Randomized PCA algorithm، حيث تقوم هذه الخوارزمية بإيجاد أول عدد D من الـ Principal Components المستخدمة لتعريف الـ Hyperplane لأجل القيام بعملية إسقاط الـ Dataset عليه. طبعاً الـ Principal Components المستخرجة هنا تكون تقريبية، بمعنى أنها ليست مشابهة 100% للـ Principal Components المستخرجة بالطريقة السابقة. لاحظ هنا الـ Computational Complexity أو الزمن المطلوب لإجراء العمليات الحسابية يكون من خلال هذه المعادلة Big O نفتح الأقواس M مضروبة في D سكوير نغلق الأقواس زائدا Big O نفتح الأقواس D تكعيب نغلق الأقواس. طبعا الأم هي عدد الأمثلة التدريبية، بينما D هي عدد الفيتشرز للديتا ست الجديدة. بينما الطريقة السابقة والتي استخدمنا فيها الفول SVD تكون فيها معادلة الكمبيوتيشنال كومبلكسيتي بهذا الشكل Big O نفتح الأقواس M مضروبة في N تربيع نغلق الأقواس زائدا Big O نفتح الأقواس N تكعيب نغلق الأقواس. طبعا الـ N هي عدد الفيتشرز الخاصة بالديتا ست الأصلية قبل القيام بالدايمنشناليتي ريدكشن. وبما أنه عدد الفيتشرز للديتا ست الأصلية أكثر من عدد الفيتشرز للديتا ست بعد أن قمنا بالدايمنشناليتي ريدكشن لها، فالـ N تكون أكبر من الـ D، فبالتالي الزمن المطلوب للحسابات في الـ Full SVD Approach يكون أكبر من الزمن المطلوب للحسابات في الـ Randomized PCA، وقد عرفنا ذلك من خلال هاتين المعادلتين. إن الـ SVD Underscore Solver Hyperparameter يكون معين افتراضياً على أنه Auto، بمعنى أنه Scikit-learn تستخدم الـ Randomized PCA Algorithm بشكل افتراضي عندما يكون الـ M أو الـ N أكبر من 500، وكذلك الD يكون أقل من 80% من M أو من الـ N. بمعنى أنه أما يكون عدد الأمثلة التدريبية أكبر من 500 أو تكون عدد الفيتشرز أكبر من 500، وكذلك يجب أن يكون عدد الفيتشرز للديتا ست الجديدة أصغر من 80% يا أما من عدد الأمثلة التدريبية أو عدد الفيتشرز للديتا ست الأصلية، وإلا سوف يستخدم تلقائيا الفول SVD أو النهج القديم الذي كنا نستخدمه سابقا. وكذلك يمكنك إجبار Scikit-learn على استخدام الفول SVD، وذلك من خلال تعيين الـ SVD underscore solver hyperparameter على أنه full. الآن لأجل أن نتأكد من أنه الـ randomized PCA أسرع من الـ PCA العادي، فسوف نقوم بالآتي. أولا نقوم بتضمين الـ time import time، بعد ذلك for an underscore components in نفتح الأقواس 2.10.154 نغلق الأقواس colon، فهذا اللوب سوف يتفعل ثلاث مرات. في المرة الأولى تكون الـ N underscore components تساوي 2، في المرة الثانية الـ N underscore components تساوي 10، في المرة الثالثة الـ N underscore components تساوي 154، وسوف يتم طباعة قيمة الـ N underscore components. فبرنت نفتح الأقواس بين علامتي اقتباس N underscore components تساوي فاصلة N underscore components نغلق الأقواس. الآن سوف نقوم بعمل PCA object للـ PCA class، فregular underscore PCA تساوي PCA class نفتح الأقواس N underscore components تساوي N underscore components نغلق الأقواس. وكما تلاحظ هنا هذه هي الـ hyperparameter الخاصة بالـ PCA class، والـ SVD underscore solver hyperparameter يكون افتراضيا auto. الـ Scikit-learn هنا سوف يستخدم الـ full SVD الذي تحدثنا عنه سابقا، والذي يكون بطيئا مقارنة مع الـ randomized PCA. بعد ذلك نقوم بعمل
object للincremental PCA class. طبعا الincremental PCA class هو خوارزمية أخرى سوف نتحدث عنها في الحلقة القادمة. فهذا الأوبجكت incremental underscore PCA تساوي incremental PCA class، نفتح الأقواس n underscore components تساوي n underscore components فاصلة batch underscore size تساوي 500، نغلق الأقواس. والآن سوف نقوم بعمل أوبجكت للـ PCA class، ولكن هنا الخوارزمية التي سوف تستخدم هي randomized PCA، وذلك من خلال تعيين قيمة الـ SVD underscore solver hyperparameter على أنه randomized. فـ randomized underscore PCA تساوي PCA نفتح الأقواس an underscore components تساوي an underscore components فاصلة random underscore states تساوي 42 فاصلة SVD underscore solver تساوي بين علامتي اقتباس randomized، نغلق الأقواس. الآن سوف نقوم بتدريب كل object على حدة، ونقوم بحساب الفترة الزمنية المطلوبة لتدريب كل object. For PCA in نفتح الأقواس regular underscore PCA فاصلة incremental underscore PCA فاصلة random underscore PCA، نغلق الأقواس colon، حيث أنه هنا سوف يتم بدء حساب الفترة الزمنية المطلوبة لعملية تدريب هذا الأوبجكت. بعد ذلك نقوم بتدريب الأوبجكت PCA.fit نفتح الأقواس X capital underscore train، نغلق الأقواس. وهنا أيضا نشير إلى أنه قد انتهت عملية التدريب، فنقوم بعمل متغير T2 والذي يساوي time.time، نفتح ونغلق الأقواس. بعد ذلك نقوم بطباعة الفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ الـ PCA. فبرنت نفتح الأقواس بين علامتي اقتباس، نفتح الكيرل براكت، نغلق الكيرل براكت كولون، نفتح الكيرل براكت كولون دوت 1F، نغلق الكيرل براكت سكندز دوت فورمات، نفتح الأقواس PCA دوت كلاس دوت نيم فاصلة T2 ناقصا T1، نغلق الأقواس، نغلق الأقواس. ففي أول تفعيل لهذا اللوب سوف يتدرب الـ regular underscore PCA object، وفي التفعيل الثاني سوف يتدرب الـ incremental underscore PCA object، وفي التفعيل الثالث سوف يتدرب الـ randomized underscore PCA object. وفي كل عملية تفعيل يتم حساب فترة التدريب. فأولا عندما تكون الـ n components تساوي 2، فالفترة الزمنية المطلوبة لتدريب الـ regular underscore PCA object هي حوالي 6.8 seconds، بينما الـ incremental PCA object حوالي 25.8 seconds، بينما الـ randomized PCA حوالي 2.7 seconds. فتلاحظ بأنه الـ randomized PCA يكون أسرع من الـ regular PCA وأسرع كذلك من الـ incremental PCA. وعندما تكون الـ n components تساوي 10، فنلاحظ أنه فترة تدريب الـ regular PCA object هي حوالي 2.7 seconds، بينما الـ incremental PCA object حوالي 17.1 seconds، والـ randomized PCA object حوالي 2.5 seconds. وكذلك الـ randomized PCA object يكون أسرع في عملية التدريب كما تلاحظ هنا. وعندما تكون الـ n underscore components 154، فالـ regular PCA object حوالي 7 seconds، بينما الـ incremental PCA حوالي 29.7 seconds، والراندومايزد بي سي اي حوالي 6.9 سكندز. وتلاحظ بانه فتره تدريب الراندومايزد بي سي اي اوبجكت تكون اسرع، وهذا اثبات على انه الراندومايزد بي سي اي يكون اسرع من الريجولار بي سي اي والانكريمنتال بي سي اي. شكرا لحسن الاستماع.